نحن عمالين نقول فيديوهات، خلينا نروح نشوف فيديو لابن من أبنائنا المتميزين في العباقرة قادرون باختلاف، محمد حسن مرسي الفتى الذهبي. عشان الفرصة دي، إن هو فكرة إن الموسم ده معمول لقادرون باختلاف، أنا كواحد من مكفوفين مصر ثانوي عام، أنا كان نفسي بجد يكون مفتوح المجال العلمي للمكفوفين. إحنا ما عندناش غير أدبي بس، وممكن ده ناتج إن مفيش معامل متطورة كفاية لينا في مدارس المكفوفين نفسها. حلمي بجد إن أنا في وقت من الأوقات إن أنا أقدر أعمل مدرسة خاصة وأقدر أوفر فيها المعامل ديت، ونفسي بجد المجال العلمي في وقت من الأوقات يتفتح للمكفوفين بالنسبة للمدارس. بصراحة يا دكتورة، أنا ما كانتش عندي المعلومة، ولما سمعت محمد استغربت. يعني إيه واحد زي محمد حسن مرسي عنده قدرات غير عادية؟ أنا أتحدى أي حد يقدر ينافسه في أسئلة القدرات الذهنية، بيقدر يحل أي مسألة في جزء من الثانية. لو هو عنده الإمكانيات دي والموهبة دي وربنا مديله كل ده، أنا منعه من إنه يخش الرياضة لو عايز؟ إزاي؟ أنا عارف إن طبعاً السؤال ده لا يخص وزارة التضامن، ولكن أنا بدبس وزارة التضامن على الهواء مباشرة، بدبس وزارة التضامن. أيوة، إحنا عايزين من خلال وزارة التضامن هنعتبر إن وزارة التضامن هي ظهرنا اللي هيحمينا، وهتتبنى الملفات اللي إحنا هنتكلم فيها، وتوقع بروتوكول مع الوزارات المعنية عشان نقدر نفتح الملفات دي ونتناقش فيها، ومن هنا نقدر نريح ولادنا. ده طرنا. أنا عايز أوضح إن يعني دعم القادرين باختلاف هي سياسة دولة بحالها، هي استراتيجية موجودة متوجه بيها لجميع الوزارات. إحنا وزارة التضامن هي مقرر للجنة وزارية للعدالة الاجتماعية، بيرقصها دولة رئيس مجلس الوزراء تحت مظلتها حوالي 9 وزارات، ومفتوحة لغاية 20 وزارة تقدر تدعم كل ما يخص العدالة الاجتماعية. من العدالة إن الأستاذ عصام قاله واللي محمد ابننا قاله على إتاحة الفرصة. إحنا بنتكلم على تكافؤ فرص، مش بالضرورة أنا أخد الحق بالظبط هو، بس أخد فرصتي. صح. فالكليات الأدبية من أول أداب، ألسن، دار علوم متاحة، إعلام متاحة لولادنا من القادرين باختلاف. الكليات العلمية ممكن تكون بعضها غير متاح، ده حقيقي، وإحنا يعني يساعدنا إن الفنون التطبيقية ولادنا يدخلوها، بالذات من ولادنا من ضعاف السمع والصم. لكن ما أعتقدش أبداً إن وزير التعليم العالي بكل ما له من إنجازات تذكر منذ تولي، فأنا هتواصل مع وزير التعليم العالي وتحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية هنطرح ده. أوعد حضراتكم في الاجتماع القادم في شهر أكتوبر إن إحنا نطرح دوت، إن يبقى فيه اختبار قدرات، واختبار القدرات ده هو اللي يحدد للشخص. بالظبط بالظبط كده. وأتمنى كمان إن يكون في اقتراح بإضافة مادة دراسية في المدارس بتعرف ولادنا على قدرون باختلاف. التوعية تبتدي من KG1، بدل ما نفضل نتكلم مع جيل جديد ولسه بنحاول ننقل الرسالة ونوعي. طب نبتدي مع أولادنا من KG1، نبتدي من البداية من الصفر. كل واحد هيطلع عنده الإحساس ده، فاهم صاحبه اللي قاعد جنبه اللي عنده مشكلة، بالعكس هو هيساعده. عشان كده مبادرة أحسن صاحب هي أجمل حاجة شفتها من وزارة التضامن.